إنه هناك، الماء يقطر منه على زبائني دائما. لا تقلقي ليلى، سأعالج المشكلة. أوه مرحبا سامي، إنها عطلاتك، هذا جيد. ربما أنهيت العمل ولكن تنتظرني أعمال أخرى. أولا علي أن أحفر حقل الخضروات، ثم سأقوم بكي الملابس، وأخيرا علي أن أدهن باب منزلي. كيف أساعدك؟ أتساءل هل تبيعين فراشي دهان؟ لدي أفضل فراشي دهان في أرض الأحلام، اتبعني. ماذا تفعل سيدي؟ إنه إنذار قديم لضابط قسم الإطفاء. لست هرما إلى ذلك الحد. قصدت أن الخرافة قديمة تناقلتها الأجيال عبر السنين. عندما تهب الريح من الغرب فإن الإطفائية لن يرتاح أبدا. احذروا إن كان اليوم عاصفا، فالكثير من العمل بانتظاركم. هذا كلام جميل. حين تهب الريح من الغرب فإن الإطفائية لن يرتاح أبدا. أيمن، الأمر سيء لأن سامي في عطلة. علينا جميعا أن نبذل جهدا مضاعفا وأن نكون مستعدين لهذا اليوم الحافل. حاضر يا سيدي رئيس قسم الإطفاء. أظن أن هذه ستكون جيدة يا ليلى. أوه اختيار ممتاز. والآن هل قلت لي أيضا إنك ستكوي ملابسك؟ نعم هذا صحيح. أوه لدي هذا المنتج، بخاخ جديد ينبعث عطره أثناء كي الملابس، صدقني راقد. رائع جدا، شم العطر. مرحبا يا سارة، هل تريدين القدوم لترى شيئا رائعا في الخلف؟ حسنا موافقة. تعالي إذن. انتظر سأجد مكانا أترك فيه الكلب. النجدة! إنه فتحي. أوه. يبدو أنه في ورطة. النجدة أنزلوني! النجدة! يا للهول، ما هذا؟ النجدة أنزلوني! تمسك يا فتحي، أحتاج إلى السلم. لا تقلق، أمسكت به سامي. أحسنت عملا يا تامر. لا أستطيع التشبث مدة أطول. مرحبا يا فهد. حسنا تظاهر بأنك تطفئ حريقا كبيرا، أعني حريقا كبيرا جدا. حسنا هكذا. هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ اخرجوا حريق، هيا اخرجوا. هذه هي. ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزلق على العمود إذا شئت. أوه فكرة ممتازة ورائعة. حان الوقت يا فاتن. أطلق الحبل الآن. شكرا يا فهد. أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير وقد أصبح في مكانه الصحيح.
لا مشكلة يا فاتن. حسناً يا فاتن، لنعد إلى منزلي لنرى من اصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية، وكأننا لا نعرف سلفاً. ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن. وما أدرك بذلك؟ هيا اذهبي، عدي إلى منزلك. محسن غانم علق في البئر. حسناً، هناك صبي في البئر المجاور لطريق الوادي. بسرعة يا سامي، ربما ينقصه الطعام. لن نستخدم السلم للنزول إلى البئر، لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستغرق وقتاً. إذن عليك الانزلاق لأسفل البئر يا سامي. حظاً طيباً. خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك. شكرا يا أمي. نكاد نصل يا أماني. إنه سامي، لقد جاء. أخرج يا سامي، قل إنك ستفعل. بالطبع سأفعل يا ليلى. حسنا يا أماني، أربط الحبل إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن. حسنا يا محسن، اهدأ، سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك. حسناً يا سامي. كن حذراً سامي. أوه، أليس شجاعاً؟ لقد أوقعت كل نقودي. لا تبالي بذلك يا محسن. محسن، ما الذي أنزلك إلى البئر؟ آسف يا أمي، لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة تزلج. سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استخدامها لشراء واحد. أوه، أنت عديم الصبر يا محسن غانم. أعلم، آسف. كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة تزلجي، ولهذا اشتريت لك هذا. شكراً يا تامر. ولكن محسن، هناك شرط واحد، اللعب ممنوع وخصوصاً التزلج داخل متجر أمك. لن أفعل، أعدك. يمكنك فعل ذلك يا أيمن، هيا تشجع. أنا أتعلق وأنفر إلى الأرض، سأهبط بالطول وبالعرض. أخيراً أحسنت صنعاً يا أيمن. بقي شخص واحد عليه الانزلاق. كلب ينزلق؟ هذا لا يصدق. ليس شمشوم وإنما أنت. أنا؟ أفي الأعلى؟ لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري. حلقي يا جميلتي. لا توجد رياح كافية. سأجرب في الحقل المجاور من هنا. نعم، كنت بارعا جدا يا أمي. أماني قالت ذلك. أنا متأكدة من ذلك، أنت بحار بالفطرة. أوه، عجبا، استمع إلى صوت الرياح. الرياح القوية تناسب الإبحار. أمي، لم لا أبحر بك في الزورق؟ أنت راشدة. أماني قالت إنني أستطيع الإبحار مع راشد. أرجوك يا أمي، أرجوك. احذر محسن. أعلم ما أفعله يا أمي. أنت ترشقني بالماء. محسن، لا تفزعي، حان وقت رفع الشراع. لا تحرك، سوف ينقلب. لا، لن يفعل. هاتي، لقد رفعته. أخبرتك أنني بارع. نحن نميل، النجدة، نحن نميل يا محسن. لا بأس، إن جدفت قليلا سيصبح ثابتا. انظري ما جعلتني أفعل. محسن، أعدني، هذا لا يعجبني، أشعر بالغثيان.
أنا لا أفهم لماذا لا تطير؟ نعم، هناك رياح. أتود بعض المساعدة يا رئيس قسم الإطفاء؟ أنا لا أحتاج إلى المساعدة. كل ما أفعله أنني أختبرها. أستطيع أن أريك. يا العجب. لقد ابتعدنا. الأمواج ترتفع. أعدني يا محسن، المكان عاصف هنا. الموج ليس عاليا جدا، لا تخافي. نحن ندور في مكاننا. هذا لأني لا أملك إلا مجدافا واحدا. سأمرض حتما. بسرعة اتصلي واطلبي المساعدة. أتصل. لا أستطيع، لم أحضر هاتفي. إذا لوحي وصرخي. حسناً، أنا في طريقي إليكما. حادث في البحر؟ إنه شادي. إنها عائلة شادي ثانية، لقد جنحوا في قارب شادي. انطلقي بسرعة أماني، هيا. لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل. سأذهب بدلاً عنها سيدي. متأسف أيمن، أماني هي الخبيرة هنا. هيا خذي السيارة واذهبي. اسمع، سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت. حسناً. إنه يوم حافل جداً. لا جدوى يا شمشوم، لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر. هيا أماني، هيا يمكنك فعل هذا. هيا أماني. لا جدوى، أنا أعرض الجميع للخطر. أنا آسفة يا سيدي، لا أقوى على تنفيذ عملية الإنقاذ. يجب أن ترسل سامي. حسناً أماني، ابقي مكانك، المساعدة قادمة. أيمن، أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء. سأجعل سامي يقابله هناك. سأفعل سيدي. سامي. أجل سيدي. أنت سريع. أنا مستعد لأداء الواجب. ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة. ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيت؟ لا، أظن أني مصابة بالحمى. لنخرجك من هنا. كنت أجرب فقط. ألا تستطيع أن تجعلها أكثر إثارة؟ بدأت أصاب بالدوار. أحب أن أجعلها تطير هكذا. بإمكانك أن تنفذ بعض الحركات البهلوانية. دعني أريك. توقف. راقب هذا. ماذا فعلت الآن؟ ما كان يجب أن يحدث هذا؟ هذا صحيح، وطائرة المحطمة؟ لا مشكلة، نستطيع الصعود وإحضارها. لا يا محسن، فالأغصان مرتفعة كثيراً. ليس إن استخدمنا تلك الأخشاب. إن كومت هذه الجذوع فوق بعضها فإننا نستطيع استخدامها للوصول إلى الغصن المنخفض. هل هذا آمن؟ بالتأكيد، وكيف لنا أن ننزل طائرتك بغير هذه الطريقة؟ إنها ليست ثابتة تماما. سأصعد وأساعدك. المكان مرتفع جدا. لما أصغي إليك دائما رغم أنني أعرف ماذا سيحدث؟
أكبر. أيمن، لا يمكنك إنقاذ دولي إن كنت لا تنظر إلى الأسفل. أبعد يديك عن عينيك يا أيمن، فأنت تبدو مضحكا جدا. لا أريد أن أنزل. النجدة، النجدة، لا جدوى من هذا الصراخ، ففهد ليس في مركز الإنقاذ. أستطيع أن أرى مروحيته في قسم الإطفائي هناك. أعلم. عرفت، خطرت لي فكرة. لا يا محسن، سئمت من أفكارك الرائعة، لذا سأنفذ فكرتي أنا هذه المرة. أسرع إذن، فيداي تؤلمانني كثيرا. سأرسل رسالة استغاثة إلى مدينة الأحلام بطائرتي هذه. لا يسمح لك بجعل الطائرة تطير في مدينة الأحلام. لكنها حالة طارئة وضرورية يا محسن. النجدة، أنزلوني، لا أريد أن أبقى في الهواء أكثر من هذا. ماذا سنفعل؟ الظروف الطارئة تتطلب إجراءات طارئة. أيمن، تذكر أن دولي تحتاج إليك لكي تنقذها. دولي؟ طبعا، نسيت أمرها. حسنا سامي، أيمن سيهب لنجدتها، أنا قادم دولي. أرجوك بهدوء. أنا آسف يا أطفال، سنفعل ذلك في يوم آخر، أعدكم. هذا ليس عدلا. نعم، قال سامي إن هناك مفاجأة تنتظرنا عند نهاية الجبل. هاي، لما لا أكون أنا قائدكم في الرحلة؟ لا تكن سخيفا يا بني، تحتاجون إلى راشد ليأخذكم. إلى قائد قوي وآمر أيضا. رجل مرهف الحس، أقصد رجل قوي وصلب. أنا أستطيع أخذهم. أوه تامر، بالطبع. أتريدون أن أخذكم يا أطفال؟ رائع، مذهل. ماذا؟ تامر سيأخذنا في رحلة إلى الجبل، هذا مستحيل. أنت قادر على ذلك صحيح. بالتأكيد، أنا قائد بالفطرة. عندما يفشل قائدنا بالفطرة فشلا ذريعا، سأحظى بفرصتي لأكون المسؤول. ها، هيا استمروا جميعا. مهلا محسن. ليس بهذه السرعة. لما هذه العجلة؟ انتظر لنرى. نحن هنا، هذا يعني أن تلك مدينة الأحلام، وهناك الميناء، و لا، يا للهول. رائع، الآن لم تعد لدينا خريطة. من يحتاج إلى خريطة؟ كل ما علي فعله هو أن أتبع أنفي. هيا. سنبدأ بجمع الصناديق وإبعادها يا فهد، فحاول أن ترى إن كان هناك المزيد. لا تقلق سامي، سأفعل ذلك. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. أجب سامي، توجد عدة صناديق أخرى طافية إلى الجنوب منك. شكرا فهد، لكن أخبرنا كيف الوضع على الشاطئ. إنه رائع، أيمن وشادي يسيطران على الوضع. لقد سلكنا هذا الطريق من قبل. قال تامر إنه كان يتبع أنفه، ولا يبدو أن أنفه يعرف الطريق، أليس كذلك؟ ماذا سنفعل الآن؟ الآن فارس، سوف نتناول الغداء اللذيذ. عرفت أن هذا سيجعلكم تفرحون. حسناً إذن، من الذي أحضر الطعام؟ ظننا أنه معك. أنا؟ لا، ظننت أنه معكم. هذا أسوأ يوم نقضيه في الخارج على الإطلاق. هاي، لا داعي للاكتئاب محسن، فلا نزال نستمتع بوقتنا. لكن ليس لدينا طعام غداء. ها، من يحتاج إلى الغداء؟ سأخبركم ما الذي يبهجكم الآن. أها، محسن وفاتن لم يبقيا هنا. لكننا سنبقى، لن أتقدم خطوة. حسنا، لنرتاح هنا قليلا. ظننت أنكم متقدمون علينا. وكذلك نحن، لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. أوه، آسف سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث. لا
أستطيع المشي كما يجب. علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن! النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير. ستجد الكثير في متجر صغير. ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما. حسنا، إن لم تضيع محسن غانم، كنت تغش صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جريا. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير ليلى. في متجر الصغير. غبية الشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتح بيدهما مباشرة صار وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كلهم لأنفعهم متقاربون جداً. سينتهي السباق بالتعادل. فألان؟ لا أصدق. سامي وليلى ألة سباق السخان الثلاث. يا للروعة، لقد نجحان. يا له من سباق جميل. أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا فتاة، قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. آسف سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث. لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن. النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير. ستجد الكثير في متجر صغير. ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً. حسناً، إن لم تضيع محسن غانم، كنت تغش صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جرياً. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير ليلى. في متجر الصغير. ستجد غبية الشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريبا. إنهما أيمن وفتح بيدهما مباشرة صار وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كلهم لأنفعهم متقاربون جدا. سينتهي السباق بالتعادل. فألان؟ لا أصدق. سامي وليلى ألة سباق السخان الثلاث. يا للروعة، لقد نجحان. يا له من سباق جميل. أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سامي.
مهلا، اركبي يا فاتن. هي اها رائع، كنت محقا يا محسن، قلت اني تعالي ايتها النبتة الجميلة، تريدين بعض الراحة قبل ان نذهب الى فتحي؟ هل المكان مشمس؟ ربما تفضلين الجلوس. لقد عدت. سأعد الشاي. لا لا يمكنك القدوم، لا يجب أن يرى نبتة الطماطم. الخزانة صغيرة. هل من مشكلة أيمن؟ لا لا، كل شيء على ما يرام. أنا جائع جدا، هل لدينا بسكويت؟ أظن ذلك، لقد رأيت علبة البسكويت هناك في المكتب، سوف أذهب حالا وألقي نظرة. مسكينة، أيتها الطماطم، ماذا سأفعل بك الآن؟ ماذا؟ خطرت لي فكرة. ماذا يفترض بهذه أن تكون؟ لا يفترض أن تكون شيئا يا محسن، إنه فن، فن بالأزهار. أوه، هل هذه ما ستشارك فيها في عرض الورود؟ إنها نبتة عصرية. لا، إنها نبتة الطماطم التي تخص السيد سليم، على الأقل كانت كذلك. أين الطماطم إذن؟ لقد سقطت عندما أوقعتها، أنا في ورطة الآن صدقني. لا تخف أبداً يا أيمن، وقعت في مشاكل أسوأ من هذه بكثير، أعلم ما عليك فعله. هاك، هيا قل الحقيقة يا أيمن، ألست عبقرياً؟ لكن يا محسن، لا يزال واضحاً أن الطماطم ملصقة. إنها بخير، احرص فقط على إخفائها خلف شيء كبير ومريع. أعرف النبتة المطلوبة تماماً. أوه، كم هي جميلة الآن، انظري إلى الفجوة التي خلفتها. أبي، هل ستقلب الأسمدة الآن؟ سامي قال إن ليس الآن، فأنا مشغول جداً، لقد حان وقت بدء عرض الورود والخضروات. هانا ما أروعها. آسف سيدة طماطم، لا أظن أنك ستفوزين بالجائزة الأولى. مشمش محاصر في قبو مليء بالماء، وفتحي معه هناك أيضا. أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذي على الفور. يبدو أن القفل تعطل. أماني محقة، لا أستطيع تحريكه أيضا، لكني سأستخدم الفأس. لا 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 لا، لا تقلقوا علي، اذهبوا وأنقذوا فتحي، سلامة الناس أولا. هيا تحركوا بسرعة. إن كنت متأكدا يا سيدي، فهيا إذن لنذهب. قضى موفقا. آمل أن يكون فتحي بخير، أحتاج إليه لكي يغني معي. لا تقلق يا أيمن، أنا متأكد أنه سيكون بخير. اتبعاني. حسن، إنه في الداخل صحيح؟ فتحي، أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش، لأنني سأحطم الباب بفأسي. فهمت يا سامي، اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافا. يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المضخة أولا. كل شيء في وقته، أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش. فتحي، هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي. أمسك ذراعي يا فتحي. أحسنت سامي. أوه مشمش، أنت بأمان، بقيت هادئا تماما، وفعلت كل شيء على حدة.
ليتني فعلت ذلك، ما كنت تورطت في هذه الفوضى. لا تقلق، على الأقل أنت بأمان. نعم، شكرا جزيلا لك يا سامي. هيا فتحي، لنذهب ونغني أغنيتنا. مهلا يا أيمن، كل شيء في وقته، أليس كذلك؟ نعم، كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي. أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج. وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة، وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي. رائع يا فتحي، رائع. هيا نحن نتراشق. من فهد إلى الإطفائي سامي، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد. حددت موقع الحافلة، إنها عند المعبر. يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق. المكان موحل جدا هناك. شكرا يا فهد، نحن في طريقنا. آمل أن يكون الجميع في الحافلة، يمكن للمرء أن يضيع بسهولة. نعم، لا يمكن أن أجول هناك أبدا في النهار، فكيف في الليل؟ أسمع صوتا، مروحية فهد. هنا، أنا هنا، أرجوك. أوه، لا يعلم بأنني تهت. محسن، هل تحاول وخافتي؟ هل الجميع بخير؟ أوه سامي، الآن فقط أشعر بالاطمئنان. حسناً، سوف نعيدكم إلى الطريق. أين تامر؟ يطلب المساعدة، يا لشجاعته. ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به. لا توجد تغطية، قد يكون في أي مكان. أيمن، اربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد. حاضر سامي. فهد، أنا سامي، السيد تامر في مكان ما، سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده. لا تقلق سامي، أحتاج إلى شخص آخر معي. لا تقلق، اعتمد علي. حسنا سامي، جاهزون. للأسف ليس لدينا سائق. لدي كلب، كلب كبير أترى. ماذا؟ انظر هناك. نعم، أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة. إنها حالة طارئة، حريق مشتعل في كل مكان، لكن لا تخافوا، ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ. هذا مذهل ومثير. تحرك يا فارس لنقترب أكثر. اسكت، لا أستطيع التحرك. سيحتاجون إلى مساعدة جوية. إنه فهد في مروحيته. أمسكت بك يا فارس. النجدة، النجدة، النجدة. النجدة. انظر سيدي. حالة طارئة، صبيان عالقان على السقف. يبدو انهما في ورطة. ايمن، يجب ان نستخدم سلم جوبيتر. انه ولدي محسن وولدي فارس. حسنا،
سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكونا. سيداتي وسادتي، وها هو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي. أوه، ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس. آسف، كانت فكرتي، فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك. أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ؟ الآن فهمت. السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية. أحسنت يا سيدي، يومك المفتوح حقق النجاح الكبير. نعم، لقد شوه شمشوم فردة الحذاء حقا. أتساءل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي. حذائي؟ استخدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن، كدت أدهسهما. أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخروفين. ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول. شمشوم يريد منا أن نتبعه. سأخذ سيارة الإسعاف، ربما تأذيا. تلك شاحنة فتح. أحسنت صنعاً يا شمشوم، لقد فعلتها. فتحي، هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا، لا أستطيع الخروج، فقط باب مقعد الراكب عالق. أوه فتحي. حسناً، تراجعوا جميعاً إلى الخلف. أماني، مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء. سنضطر لخلع الباب لنحررك يا فتحي. أماني، أحضري أداة الخلع. كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان. نعم، كنت أحاول جمعهما في حظيرتهما. بشمشوم، صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كلب راعي. أعلم. هيا فتحي، أعطني يدك. شكرا سامي، يا للهول. ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل. سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين. الآن أنباء جيدة، السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن. شمشوم أحسن صنعا، إنه بطل. قال سامي شيئا عن خروفين هاربين. سيدي الفواق، لقد انتهى. كان فتحي يعالج بالخوف. مظلة؟ أليس هناك مظلة عندما يهبط؟ لا. محسن غانم، إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة. ليركض الجميع. سميحة، أطلب المساعدة. سأتصل بالإطفائي سامي. صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي. أجب يا سامي، هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي. هذا ليس تدريبا. لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي. من الجيد أننا تدربنا على هذا، صحيح؟ نعم، لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سامي؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسن غانم عليه.
متجري. ما حسن، أرأيت ماذا فعلت؟ يا للعجب، ما هذا؟ أيمن جهز خراطيم الماء. أماني أبعد الجميع. حسناً سامي. ليتراجع الجميع لطفاً، فقد يكون الصاروخ خطراً. هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا، نعم، كانت مجرد حادثة. حسناً، لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك. هل هو مصنوع من مواد خطرة؟ لا أذكر أبداً، لم أنجز إلا ما كتب هنا، وأضفت المزيد من كل شيء. أمتأكد من أنك لم تضع شيئاً آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط، الكثير منها. إنه مجرد صاروخ بسيط، كل ما في الأمر أنه كبير. أعتقد أن كل شيء سيكون بخير. أنا آسف، ظننت أنني أستطيع صنع صاروخ رائع كصاروخ فتحي. فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها، ليس شيئاً تتعلمه في يوم واحد. أعرف يا سامي، وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخ فتحي أيضاً. ليس تماماً، عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف. أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي، وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام. العفو. لذا كل ما تبقى لي لأقوله: 5 4 3 2 1. ماذا؟ شواء تامر أشعل نارا في شجرة في الغابة. حريق في منطقة التنزه، أرجو أن تكونوا جميعا قد انتبهتم لدرسي هذا الصباح. حسنا يا أيمن، يبدو أنك ستأكل السجق في وقت أبكر مما ظننت. آمل أن يكون قد تبقى منه شيء. سنحتاج إلى خرطومين لإطفاء هذا الحريق. حسناً سامي. والآن يا أيمن افتح الماء. سامي انظر، هناك واحدة من قوارير الغاز قد تنفجر في أي لحظة. أحسنت لأنك رأيتها. هيا أبقي الجميع بعيدا بينما نسيطر على الحريق يا أيمن. حاضر سامي، هيا تراجعوا جميعا من هنا. أماني استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتبقيها باردة، بينما أطفئ ما تبقى من الحريق. لا تقلق سامي، استمري. انتهيت، انطفأ الحريق. هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفائي سامي؟ آسف يا محسن، فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة، ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً. علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي. سأخذ ما تبقى من القريدس. لكني أشعر بالجوع الشديد، حتى أنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس. ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة، وربما تقلل من كمية الفحم تلك. أنت محق يا سامي. إنها غلطتي أيضاً يا تامر، فقد كنت أتباهى قليلاً. الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس. مهلاً، برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما. حسناً أماني، عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل. النجدة! النجدة! ليساعدني أحد! كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر. هيا يا فاتن، افعليها. لا! لا تستطيعين فعلها، أنت خائفة. ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن، بل لأنني لا أريد، يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة. النجدة! اسمع، هناك من يصرخ. النجدة! لقد علق! الصوت قادم من الجرف، هيا بنا.
إنها أماني. حمدا لله أنكما هنا. لقد علق. على أحدنا أن يطلب المساعدة. انتظري لحظة. ماذا تحملين بيدك؟ عصا استغاثة. ماذا؟ يجب ألا تلعبي بها. لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطفائي سامي. أحسنتي، ولكني بحاجة إليها الآن. فاتن، أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ حسناً. رمية رائعة يا فاتن. واو! عجباً، ما هذا؟ أين ذهبت العصا؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف. سأتصل بالإطفائي سامي. نور استغاثة انطلق من الجرف. رافعت نور استغاثة يا سامي. لابد أن أحد ما في ورطة. سيقابلك فهد هناك بالمروحية. حمدا لله، جاء فهد. جاء الإطفائي سامي. الماء يبدو هادئاً، ولكن من السهل الانجراف عميقاً في البحر إن لم نكن حذرين. سأتصل بالإطفائي سامي. أحسنت يا مشمش. وداعاً يا شطيرتي. فارس ومحسن تائهاني في البحر. بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر. يبدو أنه عمل المروحيات. من المستحسن أن يخرج فهد في مروحيته حالا يا سيدي. دع الأمر لي سامي. يمكنك القدوم يا مشمش. لابد أن سميحة تتساءل عن مكانك الآن. وقراري أن نجدف نحو الشاطئ. لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ. ربما أبحرنا بعيدا عن اليابسة. آمل أن يكونا بخير. إن كانا في البحر سيجدهما سامي. ليس لدينا طعام ولا ماء. ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس؟ رجاء اهدأ يا محسن. لابد أنهم يبحثون عنا. لكن المحيط مكان كبير جدا، وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة. هنا. أخبار رائعة سامي، لقد رأيتهما. لا أعرف كيف وصلا إلى هنا. سننضم إليك قريبا. شكرا يا فهد. انتهى. أنا آسف يا سامي. نمنا في القارب. لا، لقد علقت. النجدة، هيا اسحباني، ساعداني، هيا بسرعة. المشكلة في أذني، إنهما أكبر من أذني. هذا سخيف، نحتاج إلى المساعدة. كان يوما سيئا من الصبح حتى الغروب. قطعت المشت، فقدت القط، ثم أصبت بالكسور. ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علق بين قضبان السياج. سامي وأماني لم يعودا، وأنا الوحيد هنا. لا أستطيع فعل شيء، أو ربما أستطيع. هناك شخص في ورطة، يجب أن أفعل شيئا. أوه.
انظري. إنه أيمن. أيمن. مستعد لأداء الواجب. أنا مستعد وقوي. لا مشكلة، سأخرجكما. تامر، أحضر لي جهاز الخلع، إنه في مؤخرة السيارة. على الفور. النساء والأطفال أولا. أوه ولدي الحبيب، أنت بأمان. أريد منك الآن أن تحررني من أمي. أحسنت أيمن، ولكن لنبقي الأمر سرا بيننا من فضلك. حاضر يا رئيس قسم الإطفاء. هل كل شيء بخير؟ نعم، كل شيء بخير والفضل لأيمن. إنه بطل يا سامي، يا له من رجل إطفاء. الإطفائي أيمن دائما مستعد وقوي يا سامي، حتى بساق مكسورة.